هذا وشارك البحرينيون أشقائهم من مواطني المملكة العربية السعودية فرحة الاحتفال باليوم الوطني في كافة أرجاء البحرين. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. بالهدايا والورود والبسمات استقبل أهل البحرين أشقائهم من المملكة العربية السعودية في يوم يكتب في مقدمة سطور التاريخ. ومنذ وصول أهل السعودية للبحرين لم تتغير أجواء فرحتهم، فقد حطوا رحالهم في بلدهم الآخر حاملين حقائبهم ومشاعرهم. أهني ملك المملكة العربية السعودية والشعب السعودي والشعب الخليجي والشعب العربي والشعب الإسلامي على هذه الأيام السعيدة، ونرجو أن إن شاء الله يجمع الله شملهم وأن يعلي كلمتهم وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. كل عام وأنتم بخير يا ملكنا سلمان، الله يديم لنا ذخر يا رب ويخلي لنا ويطول بعمره. أهني الشعب السعودي وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وإخواننا البحرينيين في يومنا الوطني. جايين نحتفل والله مع أهلنا في البحرين هنا في اليوم الوطني، في فرصة إجازة أنه كان يوم الأحد إجازة، فقلنا نجي ونحتفل مع إخواننا في البحرين. وفي أرجاء المنامة تفسح الشعب السعودي في مختلف المناطق، أعلام رفرفت تحيي أمجاد بلاد الحرمين، كلماتهم امتزجت بشعور مليء بالوطنية والمحبة. في ذا اليوم المبارك القائد وأبونا الملك سلمان ولي عهده محمد بن سلمان على هذا الإنجاز في السعودية، ونشكر حكومة البحرين وشعبها على الخدمات اللي يقومون بها وعلى كل شيء. أهني الملك سلمان ولي العهد أمير محمد، وأهني جميع حكومة السعودية والشعب السعودي كلهم على هذا اليوم الفضيل هذا، وشعب البحرين الودود الحمد لله رب العالمين. يعني من إن شاء الله من دخولنا من الجسر إلى اليوم إلى خروجنا، وهاي مو أول مرة أهل البحرين، هاي عادتهم الترحيب وسعة الصدر، وجزاكم الله خير. الوطن محلى ما أحلى ربا، الوطن قلبي روحي بالحياة، الوطن ما لا نهاية في حياة. صغار وكبار اجتمعوا هنا، وكل ينشد حبه لوطنه وبطريقته الخاصة. كل عام وأنتم بخير، والله يحفظ الملك سلمان. عروض واحتفالات منوعة شملت المجمعات والمنتزهات، بل وفي كل مكان بهجة كست جميع أرجاء مملكة البحرين. 87 شمعة أطفئت اليوم، ولكن لا يزال نورها يشع في سماء هذا العالم. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.